لم تمضي أكثر من 24 ساعة على قرارات الرئيس هادي حتى أعلنت هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي رفضها لتلك القرارات التي أطاحت بثلاثة من أعضائه. كان الرئيس هادي قد أصدر قرارات مفاجئة بتعيين محافظين جدد لحضرموت وشبوة وسقطرة، وهو ما اعتبره محللون خلطا لأوراق لعبة النفوذ في الجنوب الدائرة بين حراك الانفصال والشرعية. لاقت قرارات الرئاسة ترحيبا شعبيا مشروطا، فما يهم المواطنون هو سلطة محلية توفر الاستقرار وتضمن الأمن وتنهي حكم الشلل والعصابات. أبدل العصابة الأولية دي كلها الحرامية دي بالواضح أنا بقولك خدام علمهم ومحي عندنا الكهرباء والمعيشة للناس الخاص. نحن نطالب المحافظة تغيير كلهم لفي النفط لفي الإمارك لفي الشرطة لفي الدادة كلهم بغنام خريون يجون ناس دانين كوادر دانية في موجودين. إذا كان التغييرات هي ملموسة فعلا القائد البحسني إنسان فت شفت كيف ولو بصماته، لكن حكم أنه عسكري هذا له جانب. وقد صعد المجلس الانتقالي في بيان له لهجته الرافضة للتعيينات الجديدة، حيث أكد أنه لن يتعامل معها وسيبقي الوضع على ما هو عليه. واعتبر البيان قرارات هادي استهدافا ليس فقط لقيادات المجلس الانتقالي بل أيضا لقضية الجنوب وشعبه، ودعا المجلس إلى مليونية حاشدة في 7 يوليو المقبل لرفض ما أسماه الاحتلال العسكري للجنوب. وقد خلقت القرارات الرئاسية الأخيرة ورفض المجلس الانتقالي لها حالة من التساؤلات حول موقف السعودية والإمارات، فرغم كون تلك القرارات تستهدف شخصيات حليفة للإمارات إلا أن مراقبين يستبعدون صدورها بدون علم الرياض وأبوظبي، خصوصا وأن محافظ حضرموت الجديد تربطه علاقات جيدة مع الإمارات. قرارات هادي ورفضها تعد جزءا من الصراع السياسي حول إدارة الجنوب، وهو الصراع الذي أدى إلى خلق حالة من الازدواجية في ممارسة السلطات بين الشرعية والحراك المتمرد عليها. وتعد هذه القرارات بنظر مراقبين إلغاء لتلك الازدواجية، لكنها تعمل في الوقت ذاته على كسر حالة الجمود التي يعيشها المجلس الانتقالي.